حسب توجيه قائد القوات البرية، نفذت قيادة القوات البرية ممارسة الإنذار الكيميائي من أجل تطوير مهارات المقاتلين القتالية والبدنية. قيادة القوات البرية تعلن حصيلة الأسبوعية للعمليات العسكرية، حيث تم تنفيذ 193 عملية عسكرية وإلقاء القبض على 102 مطلوبا قضائيا وضبط أكثر من 207 عبوة ناسفة. قسم الإعلام والتوجيه المعنوي ينشر أهم الفعاليات الأسبوعية لمقر قيادة القوات البرية. نفذت فرقة المشاة العشرون عملية بحث وتفتيش ضمن قضاء سنجار، أسفت عن العثور على كتسل للعتاد ومقذوفات مختلفة تم تدميرها تحت السيطرة. على ضوء معلومات استخبارية، فرقة المشاة 15 تضبط كتسل للعبوات محلية الصنع ضمن ناحية العياضية تم تفجيرها موقعيا. قطعات المقر المسيطر لعمليات طوس خرماتو تتمكن من العثور على وكر يحتوي على دراجتين ومواد متفجرة تابعة لعصابات داعش الإرهابية، تم معالجتها من قبل أبطال الجهد الهندسي